طبعا كالعادة لازم نبدأ بأول 10 كومنتات من فريق الإشارات على الدرس بتاع امبارح. تحية كبيرة جدا لفريق الإشارات الجميل اللي دايما حاضرين في الوقت وفي الميعاد. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة تعليم رسم الفري هاند من الموبايل بدون استخدام الشبكة ولا الشف ولا أي حاجة تانية، وبناء على طلبكم كتير جدا هنرسم مع بعض النهاردة الجميلة بيلي إيليش من البداية، من أول التخطيط لحد ما نخلصها إن شاء الله. أتمنى تركزوا في الشرح، الدرس النهاردة ممكن يكون طويل، اللي هيستفاد هو اللي هيتفرج على الدرس كامل من غير ما يسرعه كالعادة. ولو حابين تطبقوا معايا زي كل درس هتلاقوا الصورة اللي أنا شغال منها في قناتي على التليجرام، هتلاقوها في أول كومنت تحت. انضموا للقناة لان كل سلسلة هنبدأ فيها ان شاء الله هنزل الصورة في القناة علشان تحملوها وتطبقوا معايا للتدريب، وكالعادة هتنزلوا النتيجة على جروب الفيسبوك او الهاشتاج على الانستجرام، وهتلاقوا برضو اللينكات في اول كومنت تحت. وعشان ما اطولش عليكم الادوات اوضحها في بداية الفيديو ان شاء الله، ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير لاصدقائكم لو لسه مشتركوش في الشركة وفعلوا زر الاشعارات، ويلا بينا نخش في الشرح. كالعادة فنين في البداية كلنا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نعملها طبعا لو أنتم متابعين معايا دروس الفري هاند هو 3 نقط، 3 مسافات كده أو 4 نقط بنعمل بينهم 3 مسافات. الـ3 مسافات اللي أنا بتكلم عليهم دول وظيفتهم إنهم يظبطوا العين، بمعنى إن المسافة اللي على الشمال اللي أنا برسم فيها دلوقتي حالا دي هي العين الشمال، والمسافة اللي على اليمين هي العين اليمين، والمسافة اللي في النص هي بداية الأنف من فوق، يعني المسافة اللي بتكون بين العينين، تمام؟ فالخطين اللي احنا بنعملهم دول اللي هو الخط الافقي والخط الراسي بيساعدونا ان احنا نظبط العينين على استقامه واحده، لان انا بتسائل كتير جدا ليه العين معايا مثلا لما برسم العين الشمال واجي ارسم العين اليمين تطلع معايا كبيره او صغيره. الخط اللي عملته ده هو اللي بيظبط لي حجم العينين، يعني نفس المسافه اللي على الشمال هي نفس المسافه اللي على اليمين، فبالتالي النتيجه هتكون ان العينين هتكونوا قد بعض ان شاء الله. اول حاجه بعملها ان انا ببدا امسك القلم 2H. قلم 2H ده هو درجته 2H، بتلاقوا عليه مكتوب كده 2H. طب لو مش متوفر عندي 2H همسك قلم اتش بي مثلا، وده متوفر عند اي حد، وده لان يعني لازم اشتغل في خطوه الاوت لاين او التخطيط دي بقلم خفيف عشان لما بغلط بيبقى سهل ان انا اعدل بشكل سهل جدا ما بيسيبش اثر في الورقه. لكن لو استخدمت قلم تقيل، ودي اكبر كارثه ممكن حد مبتدئ يقع فيها ان هم بيعملوا الاوت لاين بالقلم التقيل، فبنيجي نعدل نلاقي الدنيا باظت معانا خالص. دلوقتي بعد ما عملت اوت لاين مبدئي كده للعين هبدا بقى في خطوه التظليل. طبعا زي ما انتم شايفين كده بستخدم قلم خشب لونه اسود. طب انت يا عم كريم بترسم بالرصاص، ليه بتستخدم قلم خشب لونه اسود؟ بكل بساطه ان الرصاص مهما تقلت بيه عمره ما هيديني الدرجه السوداء اللي هي الغامقه الداكنه اللي قدامكم دي، اللي هي درجه الحاجب، درجه الفم، درجه الانف، والرمش بتاع العين او الرموش بتاعت العين. فلازم استخدم قلم بديل. طيب ايه البديل بتاع الرصاص اللي هيديني الدرجات السوداء؟ قلنا في قلم اسمه 8 بي ستادلر بلاك، يعني 8 بي ستادلر بلاك. طيب لو مش متوفر بنستخدم قلم او لون من الالوان الخشب زي ما انتم شايفين كده، اي لون بقى، سواء عندي علبه مائيه، الوان خشب فيبريكاست المائيه او العاديه، اي لون هيديني لون اسود بشكل بسيط خالص، فما نقلقش يعني، تمام. تاني حاجه ببدا احدد النني الدايره يعني، وبرسم النقطه السوداء اللي فوق بكل سلاسه، واتاكد ان الموبايل زي ما انتم شايفين كده محطوط بشكل راسي او عمودي علشان اقارن بين الموبايل وبين الرسم على طول. وبدات اديها لون بالقلم اتش بي زي ما انتم ملاحظين كده، موضوع بسيط خالص. وابدا اظبط بالاستيكه المونو زيرو. الاستيكه المونو زيرو دي يعني لو مش متوفره هي سعرها غالي شويه، حوالي 150 جنيه مصري، فلو مش متوفره عندكم ممكن تستخدموا اي استيكه صغيره عادي جدا. وهرجع تاني للقلم الاسود. طيب ايه الادوات اللي انا هستخدمها في الفيديو ده؟ هتلاقوها في صندوق الوصف، هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف علشان ما تتلخبطوش، او يعني اسماء الاقلام ممكن تكون غريبه عليكم شويه، فانا بكتبها في صندوق الوصف، فاللي حابب يعرف اسمائهم ينزل صندوق الوصف ويتفرج عليهم، تمام. بالنسبه بقى لاسمهم يعني هقوله برده كده سريعا علشان نكون عارفين او فاهمين احنا بنشتغل بايه. ده اسمه قلم دوكو مبدئيا كده. قلم دوكو ده انا بعمل بيه لسات الاضاءه زي ما انتم ملاحظين كده. طبعا اللي معايا اللي متابع معايا الدروس اللي فاتت انا اتكلمت عنه كتير جدا واشتغلت بيه اكتر من مره. طيب ايه الاقلام اللي هنشتغل بيها؟ بدايه من الرصاص كده هو قلم 2 اتش، وده للتخطيط زي ما اتفقنا الاوت لاين يعني. قلم اتش بي اللي انا بستخدمه دلوقتي حالا ده للمناطق المتوسطه، يعني مش المناطق الغامقه قوي ولا الفاتحه قوي، يعني لو بصينا تحت العين هنلاقي ان في منطقه تظليل متوسطه يعني لونها متوسط شويه، فمش هستخدم فيها لا غامق ولا فاتح. وكمان هستخدم ودانه، ودانه اللي هو عود القطن يعني، زي ما انتم ملاحظين بعمل بالرصاص بعد كده بدمج بالودانه. في الدرس ده طبعا هستخدم الدمج عشان نكون شرحنا في الدروس اللي فاتت بدون دمج، وفي الدرس ده بدمج لان الطلب مني كتير جدا ان انا اشرح لكم بدمج، فانا بحب انوع دايما. فزي ما انتم شايفين بمسك الاتش بي وببدا اظلل بالراحه. طبعا مسكه القلم لازم تاخدوا بالكم منها، لما نيجي نمسك القلم في الرسم بالرصاص ما نمسكش القلم من قدام قوي من عند السن،
امسكه في حاله واحده من عند السن كده لو انا شغال في خط دقيق زي اللي انا شغال فيه دلوقتي، يعني لو انا شغال في خط صغير قوي وخايف ان هو يبوظ مني بمسكه من قدام. طب لو شغال في تظليل ببدا ارجع ايدي ورا تدريجيا، يعني لو تلاحظوا انا رجعت ايدي دلوقتي ورا شويه رجعت امسكه تاني من قدام لان انا شغال في تفاصيل صغيره، وهكذا اهو. يعني شغال في تفاصيل دلوقتي، مسكت القلم منين؟ من عند السن. هرجع هتشوفوني دلوقتي كمان شويه وانا بظلل، خدوا بالكم انا بمسك القلم منين عشان تعملوا زيي وعشان تكونوا فاهمين انا بعمل ايه. دلوقتي بدات اشتغل في الرموش بالراحه، الرمش بيتاخد من تحت لفوق اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، على هيئه نتشات بس واخده كيرف شويه، يعني كيرف يعني بيكون الرمش ملفوف شويه كده، باخده من تحت لفوق. طبعا بعمله بالقلم الالوان الخشب اللي هو اللون الاسود، ولازم يكون السن مبري جدا علشان يطلع لي الشعرايه مدببه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام بالراحه خالص. ركزوا بقى في شرح العين عشان العين الثانيه احنا مش هنشرحها، يعني عشان نختصر في الوقت ما بشرحش العينين، يعني نفس اللي هنعمله في العين دي هيتعمل في العين الثانيه، فلازم تركزوا كويس عشان هتطبقوا لوحدكم، ده اختبار يعني. فزي ما انتم شايفين في حته دخلت مني جوه البياض همسحها وابدا اظبط تظليل بقى بالاقلام عادي. دلوقتي بقى هبدا ارسم الرموش اللي تحت بالراحه خالص. انا كنت في الرموش اللي فوق باخدها من تحت لفوق، لا في الرموش اللي تحت بقى اخدها من فوق لتحت العكس زي ما انتم شايفين كده. ودايما خدوا بالكم ان الرموش اللي تحت بتكون لونها اخف يعني افتح، وبتكون ارفع من الرموش اللي فوق، اتعودوا كده في اي عين، اي عين طبيعيه مش مركبه رموش طبعا او حاجه، يعني بتكون الرموش اللي فوق تقيله وعددها كتير، انما الرموش اللي تحت بتكون خفيفه يعني وسمكها رفيع. فاتمنى تكونوا فاهمين الخطوه دي. دلوقتي هنبدا نشتغل في الحاجب. هبدا اعمل اوت لاين بالتو اتش بالراحه خالص، بعمل اوت لاين على شكل الحاجب اللي في الموبايل يعني الشكل الخارجي الاول، وبعد كده ببدا اظلل الحاجب. بظلله بايه؟ طبعا لونه اسود هظلله بالقلم الخشب. شفتوا التكنيك اللي انا شغال بيه؟ تكنيك نتشات اهو. في ناس بتمسك القلم الخشب وبتلون الحاجب يعني بتخليه كله كده اسود كله كده، لا لازم تشتغل الحاجب على هيئه نتشات بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان يظهر فيه تكنيك الشعر الصغير المتراكم على بعضه، وهو ده اللي بيدي الواقعيه بتاعه الحاجب. وما ننساش ان احنا لازم نطلع اللون الداكن عشان يكون الحاجب واقعي، والكلام طبعا في اللون الداكن بالنسبه للون الداكن يعني مش في الحاجب بس، الكلام هيكون في اي عنصر من عناصر البورتريه لو عايزينه يكون واقعي لازم نطلع اللون الاسود. يعني لو تلاحظوا في العين انا مديها حقها في اللون الاسود، طب تخيلوا بقى لو كانت باهته عمرها ما كانت هتبقى واقعيه. اتمنى تكونوا فاهمين التكنيكات دي لانها او التريكات دي لانها مهمه جدا جدا في ان الرسمه بتاعتك تكون واقعيه. نكمل بنفس التكنيك وبكده خلصنا الحاجب في يعني في خطوتين او ثلاثه. هبدا ادمج بالودانه، طبعا الودانه هستخدمها النهارده كتير زي ما انتم شايفين كده، بظلل او بظلل بيها في المناطق الفاتحه شويه. يعني دلوقتي بقى هبدا اظلل المنطقه اللي هي جنب العين ناحيه الشمال دي بالراحه خالص زي ما انتم ملاحظين. ده قلم اتش بي، طبعا زي ما اتفقنا اي درجه متوسطه اللون يعني لونها مش غامق قوي ولا فاتح قوي هنظللها بالقلم اتش بي، اي درجه فاتحه هنظللها بالقلم 2H، اي درجه داكنه هنظللها بالقلم يا اما 2B الرصاص يا اما بالقلم الخشب اللون اللي هو ظللنا بيه دلوقتي الحواجب والعين من جوه. هبدا دلوقتي بقى اخش ناحيه الانف كده، طبعا ده قلم خفيف 2H بالراحه زي ما انتم شايفين كده. باخد بقى عشان اجيب الحاجب الثاني مساحته مظبوطه لازم ابدا اعمل شويه تظليلات كده، او اجيب نهايه الانف كمان لازم اعمل التظليلات اللي جنب العين، هي دي اللي بتبني لي نهايه الانف من تحت يعني عشان ما تكونش الانف طويله او قصيره، وفي نفس الوقت اعمل التظليل بين العين والعين الثانيه عشان يطلع لي المسافات مظبوط اهو. يعني بعمل شويه تظليل اهو، التظليل ده هو اللي بيبني المسافات كتقدير يعني حاجه مبدئيه، وبعد كده برجع اظبطه براحتي اهو زي ما انتم شايفين. وادي الانف، بدايه الانف من تحت عملتها اهي الخط ده، ده بدايه الانف، الانف وهينزل منه الابتسامه اللي هو الخط بتاع الابتسامه اللي بيكون ناحيه الجنب ده، وده مهم جدا جدا في برضه في ملامح البورتريه. دلوقتي بكل سلاسه هبدا ادخل في الحاجب الثاني، هعمل نفس الخطوات، هعمل الاوت لاين بالتو اتش زي ما انتم ملاحظين، عملت شكل الحاجب كده بشكل كروكي، كروكي سهل جدا، حسيت لو هو نازل لتحت شويه فقمت ماسح معدل بالاستيكه من تحت مفيش اي مشكله. عدل طالما خطوطك خفيفه، ما حدش يقول لك الاستيكه حرام، الاستيكه عيب، في ناس بتقول كده تقول لك عيب تستخدم استيكه، لا طبعا مش عيب، انت لسه مبتدئ هتغلط تمام، بس اهم حاجه انك تخف ايدك، لازم ايدك تكون خفيفه. زي ما انت شايفين كده ابدا اعمل شويه تظليلات عشان يظهر لي البدايه بتاعت العين الثانيه اهو، شايفين المنطقه الغامقه دي بعملها زي اوت لاين برضه. الاوت لاين في التظليل بقى بيكون يعني بخربشات كده زي ما انتم شايفين بالقلم الفاتح، ده اسمه اوت لاين للتظليل. في اوت لاين للاعضاء اللي هو يعني الخطوط الخارجيه زي خط العين اللي عملته، خط الجفن، خط الحاجب، مش عارف ايه، انما اوت لاين التظليل بيكون عباره عن خربشات زي ما انا عملت كده. وببدا ادمج بالودانه
بالراحه خالص. شفتوا مسكه الودانه ازاي؟ بتعامل مع الودانه كاني بتعامل مع قلم رصاص بالظبط، نفس المسكه ونفس الحركه وكل حاجه، فما فيش اي اختلاف بينهم نهائي. دلوقتي بقى نبدا نظلل مع بعض الحاجب الثاني، نفس التكنيك او بنفس الاسلوب اللي ظللنا بيه الحاجب الاول، نتشات اهو نتشات. طبعا الحاجب الاول نتشات كانت رايحه ناحيه الشمال، يعني كنا بنعمل الشعر ناحيه الشمال لان اللي ده الحاجب الشمال، الحاجب اليمين حركتي هتكون ناحيه اليمين. اتمنى تكونوا فاهمين يعني، وتقارنوا وتكونوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه. اهم حاجه في الرسم انك تكون فاهم انت بتحط القلم فين، تمام؟ طيب احنا دلوقتي خلصنا الحاجب، هنبدا نعمل العين الثانيه. دي هسيبها لكم كاختبار بقى، هتطبقوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها في العين الاولى واشوف هتظبطوها ولا لا. وطبعا النقطتين اللي احنا عاملينهم من البدايه موجودين اهم، النقطه اليمين والنقطه الشمال، ودول اللي هنعمل جواهم العين الثانيه. فيلا بينا بقى نشوف النهايه ونشوف الخطوه اللي بعد كده. دلوقتي فنين بعد ما خلصت العين الثانيه زي ما انتم شايفين كده، تبعت نفس الخطوات اللي انا عملتها في العين الاولى. هبدا اظلل بقى المنطقه اللي جنب العين بالراحه خالص، قلم اتش بي زي ما احنا متفقين، مش هفضل اكرر كتير بقى، المفروض انتم تكونوا فاهمين، تمام؟ منطقه درجتها وسط يعني مش غامقه ولا فاتحه هستخدم قلم اتش بي، منطقه فاتحه هستخدم 2H، منطقه غامقه قوي هستخدم القلم ال2 بي الرصاص، يا اما القلم الخشب الاسود زي ما انتم ملاحظين. بقى تعمل جزء من الشعر زي ما انتم ملاحظين فوق كده عشان بس يظهر لي كجزء من الاوت لاين، وهبدا اعيد على الدرجات السوداء بشكل بسيط. دلوقتي هبدا اشتغل تحت شويه بالقلم الاتش بي برضو، بعد كده هجيب يعني بعد خطوه التظليل دي زي ما انتم ملاحظين تظليل خشن، انا بشتغل بسرعه بفرش زي لون، وبعد كده هجيب الودانه وابدا ادمج اللون اللي انا عملته ده، لان زي ما قلت لكم انا معتمد النهارده على تكنيك الدمج عشان التسيح، عشان افهمكم احنا بنسيح ازاي. بنفرش طبقه من الرصاص ثم بعد ذلك نجيب الودانه او عوض القطن ونبدا ندمج اللي احنا عملناه، وفي الاخر ببدا احدد تفاصيل بالقلم الاتش بي تاني. هبدا اشتغل في المنطقه الداكنه دي بنفس التكنيك ده اهو بالقلم الاتش بي زي ما انتم ملاحظين كده باسلوب بسيط خالص. طبعا التظليل اللي انا بعمله ده هو اللي هيديني نهايه اللي يعني او بدايه الانف من تحت، يعني بدايه الانف من تحت بجيب طولها مظبوط، لان برده بتسال كتير السؤال ده ازاي اقدر اجيب طول الانف مظبوط، لان باجي اشتغلها بلاقيها طولت مني. طبعا بجيب جنبها بشوفه بادئ منين، لقيته بادئ مع بدايه القناه الدمعيه يعني بدايه العين مع بدايه الانف، تمام؟ طيب نهايتها بقى تحت، لان في ناس بتطول منها وفي ناس تانية بتقصر منها، بجيبها بناء على التظليل اللي انا بعمله اللي هو بين العين وبين الانف. شايفين التظليل اللي انا عمال اعمل فيه ده؟ هو اللي هيبين لي الانف قريبه ولا بعيده. بقارن في الموبايل لقيت لحد دلوقتي الانف مظبوطه. دلوقتي اهو هبدا اعمل جزء الانف من اليمين بالراحه خالص، ببدا اعمل كيرف كده بسيط خالص، ومش شرط يعني ممكن يطلع معايا غلط في الاول عادي جدا زي ما احنا متفقين، طول ما احنا شغالين بخط خفيف ما بنتقلش غير لما نكون واثقين مفيش مشكله. بدايه الجنب الثاني هنلاقيها مع بدايه القناه الدمعيه برضو، او داخله مع بدايه الدايره لانها باصه من الجنب شويه مش باصه من قدام. بدات اعمل شكل كروكي للانف كده، واعمل شويه تظليلات فاتحه عشان تحدد الظل بتاع الانف، وابدا اعمل الاوت لاين بتاع الفتحتين. لازم بقى اتاكد في الفتحتين دول يكونوا مظبوطين جدا، لانهم بيتحكموا بشكل كبير جدا في الـ في الـ في الـ يعني في الملامح بتاعه البروتين اللي انا برسمه، تمام؟ كده عملت الاوت لاين بتاع الانف. دلوقتي هنبدا مع بعض نظلل بقى الجزء الداكن. طبعا الانف كلها من ناحيه اليمين جزء لونها داكن يعني لونها غامق، فهستخدم ايه؟ هستخدم لون خشب ممكن، بس مش في الاول، لان لو استخدمته في الاول هيديني لون اسود زي الحاجب. فممكن استخدم قلم 2 بي رصاص اهو اللي انا بستخدمه دلوقتي، قلم 2 بي رصاص عادي جدا هيديني درجه داكنه وقريبه شويه من اللون ده. ممكن بعد كده احط عليها قلم خشب عادي، وهتشوفوا دلوقتي وانا شغال. كل اللي بعمله انا شغال دلوقتي اهو من غامق لفاتح، لازم بقى اطلع على فاتح لان في اضاءه هنا اهو. بص ببدا اعمل ايه؟ هخف ايدي وممكن اجيب الودانه بعد كده وادمج المنطقه الغامقه دي بالمنطقه الفاتحه زي ما انتم شايفين اهو. هدمج عشان اطلع بالغامق ده ناحيه الاضاءه على فاتح اهو. اتمنى تكونوا فاهمين الحته دي لانها مهمه جدا، ازاي تقدر تطلع من المنطقه المظلمه او المعتمه للمنطقه المضيئه من غير ما تسيب حيز بينهم او حز بينهم. اتمنى تكونوا فاهمين الحته دي لانها مهمه جدا جدا وبتفرق في الواقعيه بشكل كبير. كل اللي باقي بعد كده انا ابدا اضيف درجات لحد ما اطلع نفس التونات الغامقه، وده مهم جدا في انك تطلع نفس الملامح او نفس الشبه. زي ما انتم شايفين عمال اضيف. طبعا الفتحه دي هيبقى لونها اسود فهستخدم فيها قلم خشب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبدا اظلل الانف او الفتحه الثانيه بتاعت الانف برضو باللون الاسود مفيش اي اختلاف، وهبدا بقى اغمق الدرجات بتاعت الانف كلها لحد ما اوصل لنفس الدرجات اللي في الموبايل. فتعالوا بقى نعدل الخطوه دي ونشوف الخطوه اللي بعدها عشان نكسب وقت، لاننا دخلنا في ربع ساعه. يلا بينا. بعد كده فنانين بعد ما خلصنا الانف هبدا اظلل المنطقه اللي بين الانف وبين الفم بالراحه. طبعا انا مسرع الفيديو دلوقتي لان التظليل
مش هيختلف عن الجزء اللي احنا عملناه فوق عند العين، مفيش اي اختلاف. طب الفم بعمله ازاي؟ بعمله برضو عن طريق ان انا اعمل التظليل اللي بينه وبين الانف، لان برضو في ناس بتشتكي بتقول انا باجي ارسم الفم ابص الاقي نزل مني تحت قوي. طيب اظبطه ازاي؟ شايفين منطقه التظليل اللي انا عملتها بين الانف وبين الفم دي، هي دي اللي بتظبط البعد بتاع الفم، فلازم نهتم بيها دايما عشان نرسم عنصر يعني مطابق للعنصر اللي بعده، لازم نهتم بالتظليل اللي بينهم، هو ده مفتاح او كلمه السر اللي بينهم اللي هتظبط المسافه بشكل صحيح. فزي ما انتم شايفين بستخدم قلم اتش بي طبعا، لان المنطقه اللي هنا زي ما اتفقنا مش غامقه قوي ولا فاتحه قوي. ببدا اعمل التنايات اللي بتكون جنب الفم اللي هي بتكون بسبب الابتسامه دي، اكيد انتم فاهمين انا بتكلم في ايه. طبعا المنطقه دي فاتحه شويه، استخدمت فيها قلم تويتش ورجعت تاني استخدم الاتش بي في النغزه اللي زي ما بيقولوا عليها اللي هي في الخد دي، وبشكل بسيط خالص بجنب القلم اهو. كنت بكلمكم في البدايه عن مسكه القلم، بدات امسك القلم من النص او من ورا لان انا شغال في مساحه واسعه، امسكه من قدام دلوقتي لان انا شغال في مساحه صغيره. ببدا اعمل الشفه اللي في النص بتاعه الفم، طبعا ده كله بقلم اتش بي. بعد ما عملت الاوت لاين هبدا بعد كده اظلل بالقلم الالوان الخشب، لان الشفه طبعا لونها اسود، هو مش اسود زي الحواجب يعني مش لونها اسود داكن قوي زي الحواجب، لكن اسود خفيف شويه، فبخف ايدي شويه وانا بلون الشفه. ببدا امسح اي زيادات واعدل واظبط، مفيش اي مشكله بالنسبه لي، ونفس اللي عملته في الشفه اللي فوق هبدا اعمله في الشفه اللي تحت. عملت الاوت لاين بتاع الشفه اللي تحت وهبدا برضه اظلل بنفس التكنيك. فتعالوا بقى خلاص نعدي الخطوه اللي بعدها، وطبعا السنان اللي في النص مش محتاجه حاجه، ده هو عباره عن خطين وبكده احنا خلصنا الفم. فتعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعدها عشان كده الفيديو هيطول مننا جامد، لسه في شعر وبشره وكلام كبير. يلا بينا دلوقتي فانا هبدا اعمل تقفيله الوش من ناحيه الشمال كده. دي بقى بعملها بنظري. ليه بنظرك؟ لان مفيش تظليل تقيل ناحيه الشمال، ناحيه الشمال في الجنب الشمال كله في اضاءه، فدي بتعتمد على نظرك. اه ممكن تغلط مره واثنين وثلاثه بس هتظبطها في الاخر، هتبان. هتبان امتى؟ لما تبدا تعمل الدقن هتبان بقى المنظر العام. يعني دلوقتي لو تلاحظوا تحس ان البق معوج شويه. طب ليه حاسين البق معوج شويه؟ لان انا ما كملتش الخد الشمال لسه، ما كملتش الدقن لسه، فمحدش يحكم على رسمته غير لما يكمل باقي العناصر. تمام يا فنانين؟ دلوقتي حددت اللون او الجنب بتاع الوجه اللي احنا عملناه بالرصاص، حددته بالقلم الاسود شويه، يعني ما عملش اي حاجه حددته بس. دلوقتي هبدا اشتغل بقى في المنطقه بتاعه الدقن اللي تحت دي، هبدا احط الدرجات الدقنه عشان تظهر لي الملامح اكتر. خدوا بالكم بقى لما ببدا اعمل الدقن ده بتظهر ملامح اكتر زي ما انتم شايفين كده. طبعا هستخدم في المنطقه دي قلم اتش بي، وممكن احطه فوق قلم 2 بي علشان يحرق لي اللون اكتر او يغمق لي اللون اكتر زي ما انتم شايفين كده. طبعا اول طبقه بحطها بتبقى خشنه لان زي ما قلت لكم الورقه بتكون خشنه نفسها، وغير كده انا ساند على حاجه خشنه يعني الملمس بتاعها خشن، فالملمس ده بينعكس على الورقه بشكل كبير جدا. فانصحكم لو انتم بتسندوا تسندوا على مكتب يكون المسام بتاعته ناعمه عشان تطلع او عشان يساعدكم يطلع التظليل بتاعكم ناعم بشكل مظبوط. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي لانها برده من النقط المهمه جدا وبتفرق بشكل كبير قوي في التظليل بتاعكم. زي ما انتم شايفين ابدا اكمل تظليل تحت، فالموضوع بسيط خالص خالص خالص. بكمل منطقه من الدقن كده، وبعد كده هجيب الودانه او عضو القطن وابدا بقى ادمج التظليل الخشن اللي انا عملته ده. زي ما انتم شايفين التحول الرهيب اللي بيحصل لما بحط الودانه عليه. طبعا ده لو احنا بنستخدم تكنيك الدمج، لكن لو انت مبتدئ بصراحه انصحك ان انت تعتمد على ايدك زي ما احنا شغالين في الدروس اللي فاتت كلها بتاعت الفري هاند، اعتمدنا على ايدينا وما سيحناش خالص او ما دمجناش خالص. فانصحك لو انت مبتدئ تعتمد على ايدك اكتر من انك تعتمد على الدمج، لان الدمج بيخدع، الدمج بيسهل الموضوع اكتر، واحنا محتاجين في بدايتنا نصعب الموضوع على نفسنا اكتر عشان نستفاد اسرع. دلوقتي اعمل المنطقه السوداء اللي ناحيه الشعر دي عشان برضو تظهر او امتلك البورتري اكتر. دايما اعود نفسي اشتغل في المناطق السوداء اول باول لانها هي اللي بتظهر الواقعيه. طبعا انا بكرر الكلام ده كتير لان مهم جدا، ولو عملنا بيه شغلنا هيفرق خالص في الرصاص او في غير الرصاص او في الالوان او في اي حاجه ثانيه عموما. يعني دلوقتي فاني خلصنا الوش الى حد ما كله او الوجه يعني. هبدا بقى اعمل الجبهه من فوق. الجبهه من فوق يعني الدرجه بتاعتها بسيطه خالص. هبدا احدد اوت لاين بتاع الشعر الاول بقلم تويتش زي ما احنا متفقين كده الجنبين، والمنطقه اللي في النص بتاعت الجبهه دي هتتظلل بقلم تويتش، فاحنا مش محتاجين نشرحها انا شايف كده. ويلا بينا بقى ندخل في الشعر على طول. الشعر زي ما انتم شايفين كده بعمل له اوت لاين بالقلم التويتش اهو، تخطيطات كلها تخطيطات. وزي ما اتفقنا واحنا بنشتغل في الشعر انا هسيب لكم تحت في الديسكربشن بوكس درس للشعر الاشقر، لان انا مش هشرحه كامل في الفيديو ده،
انا اصلا ما عملتوش بضمير، انا كروته لان انا كنت شرحته قبل كده في درس مخصوص، فحرام اللي احنا نعمله مره تانية يعني نضيع وقت كتير جدا. والشعر اللي انا كنت عامله هو مقارب لده جدا، فانا هسيب لكم لينك الدرس بتاع الشعر في الديسكريبشن بوكس تحت علشان تتفرجوا عليه وتفهموا ازاي بتظللوا الشعر في الرسمه دي، وهتفهموا ان شاء الله جدا جدا جدا. فعشان كده انا ما اهتمتش بالشعر واهتميت اكتر بالبشره لانها مهمه جدا، بس برضه هقول لكم تريكه منه قبل ما نقفل. يلا بينا. في الملخص يا فنانين، يعني اهم حاجه في الشعر هو الاوت لاين، يعني الخطوه اللي انا عملتها دي الخربشات البسيطه اللي انا حددت بها الفصل هي دي اهم حاجه في الشعر. بعد كده بمسك القلم الاتش بي بعمل بيه الفصل على هيئه نتشات زي ما انتم شايفين كده، يعني بشتغل الاول بدرجه وسط وبعد كده لو في درجه اغمق ببدا اغمق او اضيف عليها زي ما انتم ملاحظين. الشعر بسيط جدا جدا جدا، الشعر الاشقر من اسهل انواع الشعر اللي احنا ممكن نرسمه، علشان كده انا يعني مش مستاهل انا اشرحه مره ثانيه. فزي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاع الشعر الاشقر في الديسكريبشن بوكس تحت علشان تشوفوا هترسم ازاي. انا طبعا بدات اشتغل هنا الاول شويه كويس، وبعد كده حسيت ان انا شرحته قبل كده مره فقلت ليه اشرحه تاني ونضيع وقت بعض والموضوع هيكون ممل، لان طبعا الوجه ده خد مني حوالي 3 ساعات فكان حرام ان انا اكمل بصراحه في حاجه انا شرحتها قبل كده. فزي ما قلت لكم هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس تحت اتفرجوا عليه عشان تكملوا الرسمه، ويلا بقى نشوف النهايه هتكون عامله ازاي. هنا في النهايه عشان تكونوا فاهمين، انا بدات اجيب حته منديل صغير عملته في ايدي كده وبدات ادمج بيه المنطقه بتاعت الرقبه دي بما انها مساحه واسعه، فجربت اكتر من تكنيك بحيث النهارده نكون جربنا اكتر من تكنيك في الدمج، الودانه والقطن او المنديل، وممكن كمان نستخدم قطنه عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. لخص معايا الرقبه في يعني في مسافه ما فيش يعني، وكمان عملت بيه الشعر كده، حبيت اعمل بيه الشعر قلت اجود من عندي حاجه زي السنس كده، اداني برضه تاثير كويس، نعم الشعر واداله تاثير كويس. طبعا زي ما قلت لكم مش مهتم بالشعر عشان محدش يجي يقول لي انت مش عامل الشعر ليه، زي ما قلت لكم هسيبه في الديسكريبشن بوكس تمام. ولان طبعا زي ما انتم شايفين في الصوره الشعر نازل على كتافها، فبرضه ما ينفعش ما اكونش اهتميت بالشعر فوق واهتم بيه تحت، فحبيت ان انا اعمل له هاتشنج كده اديله تاثير الهاتشنج تحت، ما اهتمش بالموضوع تحت قوي. اهم حاجه عندنا هو الوجه، واحنا خلصناه وفهمنا التكنيك بتاعه هيكون ازاي، تعالوا نشوف مع بعض بقى النتيجه النهائيه هتكون عامله ازاي. ودي يا فنانين النتيجه النهائيه، زي ما قلت لكم ما اهتمتش باللبس قوي وحبيت اعمل تكنيك هاتشنج كده بسيط خالص. لو عجبتكم الرسمه اكتبوا لي في الكومنتات، ولو ما عجبتكمش برده اكتبوا لي في الكومنتات هستنى رايكم، محدش يكسل يكتب رايه في الكومنتات. بكده فنانين كنا وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، استنى تطبيقاتكم ان شاء الله على جروب الفيسبوك وعلى الهاشتاج بتاع ارسم مع كريم عادل على الانستجرام، والصوره زي ما قلت لكم هتلاقوها على قناه التليجرام هتلاقوها في اول كومنت تحت، انضموا للقناه عشان كل صوره هنزلها هناك ان شاء الله. وفي النهايه لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في عروض الجرس واللايك والكومنت ومشاركه من تحت الفيديو لاصدقائكم علشان ينضموا لينا، واستنوني في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.